تم انتخابي اليوم كرئيس هذه الغرفة الجهوية الدستورية اللي مهمة في المنطقة ديالنا ديال المنطقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة، واللي كتواكب التجار والصناعيين والخدمات في جميع المراحل ديال المشاكل ديالهم والدفاع عنهم وتمثيلهم لدى السلطات المحلية ولا في جميع المحافل. كما شفتوا بأن انتخابات دازت في المرور السادس الحمد لله وتوافق ديال جميع الأحزاب. كان هناك انتخاب رئيس بمرشح واحد وكذلك لائحة واحدة، مما يدل على الأخلاق والرقي ديال هاد الأعضاء وهاد الممثلين ديال هذا. أنا كنهنيهم كاملين لأن اختيار ديال المنتسبين كان في محله، اختروا ناس عقلاء بعدوا جميع الشبهات وجميع المشاكل اللي يمكن كتوقع بعض الأحيان في بعض المناطق. الحمد لله هاد الناس هادو عبروا على الأخلاق ديالهم وعلى الرقي ديال التعامل ديالهم. بالنسبة لنا احنا كنوعدهم، وهذه الثقة هذه ما غتمشيش هباء منثورة، احنا غادي نوعدهم بان غادي نخدموا هذه المنطقة وغادي نمثلهم احسن تمثيل وغادي نعملوا المجهود ديالنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نخدموا معاه، لان هذه المنطقة عزيزة على سيدنا وحنا ما بدنا الا باش نقولوا بهذا الثقل هذا باش نخدموا بالجهد ديالنا كامل من اجل الرقي بهذه المنطقه ان شاء الله. حقيقه احنا كان عندنا الولايه ديال تيطون وكان عندنا 5 ديال الاقاليم، دونك كان عندنا هذه التجربه اللي خديتها كتعطيني واحد الدفعه قويه، لان كنت كنعرف كيفاش نتعامل مع اقاليم كثيره فداخل الغرفه، وهذا يجعل بان باش يكون عندي. بالنسبه للمكتب السابق بان انا كنهنيه لان خدم واحد العمل جبار، وخصوص بان كان اول تجربه ديال الغرفه الجهويه، وباش تنزل التنزيلات ديال الجهويه المتقدمه في ظل هذا كان مجموعه ديال القوانين عاد نزلات في هذه السنوات اللي فاتت، وكاين واحد برنامج تعاقدي مع الوزاره حسب عاد بدا. دونك هاد السنين اللي ما جايين ان شاء الله كنعمل غنشوفوا ان شاء الله باش نرفعوا من الوتيره ديال العمل ديال الغرفه، وكذلك غادي باش بهذه التجربه اللي قلت لي ان اللي كانت عندي انا في الولايه ديال تطوان غنحاولوا باش نخدموا هذيك الملحقات اللي كانت خدامه كغرف وكانت نشيطه، غنرجعوا للنشاط ديالها ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للنساء مع الاسف بان انت كتربي ان في المكتب كل هيئه سياسيه قدمت الناس ديالها، ولكن كلهم قالوا بان ما كاينش حتى مراه ما بغات ترشح لهم المكتب، من غير لان الاكثريه كيقول لك ودي لا ما خصهمش يزيدوا في داخل المكتب، ولكن احنا لقينا في اللي ما عندهمش اللون سياسي كاين بعض العضوات اللي غندخلوهم ان شاء الله بصفه استثنائيه وغنضيفوهم للمكتب كأعضاء يمكن لهم يمارسوا هذا الا التصويت، يكونوا داخل المكتب ولكن يحضروا الجلسات ديال المكتب ويحضروا يناقشوا يقترحوا يعملوا كل ما يقوموا به اعضاء المكتب. وانتم شاهدتوا وحضرتوا على كيفاش مرت الاجواء بكل سلاسه وكل ديمقراطيه، هذا يعني ان هناك توافق على هذه الغرفه لرعايه المصالح ديال الصناع والخدماتيين والتجار،
ولاستمرارية العمل الجاد اللي بديناه في الفترة اللي فاتت وباش نجعلها رافعة اقتصادية وتنموية لجهة نجد الثورة البسيمة وجاذبة لاستثمارات جديدة لخلق فرص الشغل. اليوم هذا الحدث هو عرس انتخابي بامتياز. فعلا كان هناك تتويج لعمل جاد لفترة سابقة ونتمنى نكونوا أهل للثقة ديال الناس اللي وضعوا فينا الثقة ديالهم وصوتوا علينا باش دخلنا لهذا المكتب. وكذلك من هذا المنبر كنشكر جميع الصناع اللي ساهموا في هذا الحدث هو أنهم أعطونا أصواتهم باش دخلنا لهذه الغرفة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.